وفي سياق متصل قال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قال أن الحكومة الاتحادية لن تكون ملزمة بنتائج الاستفتاء الذي أجرته سلطات إقليم كردستان العراق. وأضاف في مداخلة مع برنامج المصري أفندي على قناة القاهرة والناس أن الاستفتاء يفتقر إلى الغطاء القانوني ويتعارض مع الدستور العراقي بشكل كامل، وأنها بدأت في اتخاذ إجراءات ضده. حقيقة موقف الحكومة العراقية، نحن نقول أن هذا الاستفتاء من الناحية القانونية لا قيمة له على الإطلاق. نعم. أن يرتب أي أثر قانوني ملزم بالنسبة لنا في الحكومة الاتحادية. نحن لا نعتد من هذا الاستفتاء ولا بنتائجه، ولسنا ملزمين بالتعامل معها، وسيبقى واقع العراق القانوني والإداري والدستوري والسيادي والجغرافي على ما هو عليه كما ثبته الدستور العراقي وكما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية. وبالتالي حقيقة هذه الخطوة خطوة غير مجدية قام بها الإقليم، خلق مشكلة في العراق، أثر سلبا على حالة التعايش الأخوي بين المكونات العراقية، وأوجد توتر إقليمي في المنطقة برغم رفض عراقي من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية، وبرغم معارضة دولية وإقليمية واضحة وصريحة. وبالتالي نحن نقول أن الإقليم بهذه الخطوة أضر مصالح العراقيين جميعا، وفي مقدمتهم المواطنين الأكراد في الإقليم وحتى خارج الإقليم. وسوف نتعامل مع هذا الواقع كما نص الدستور، ولن نقبل بأي خطوة للقيام باجتزاء جزء من العراق عن بقية العراق أو للإضرار بالوحدة الوطنية العراقية وبسلامة الأراضي والسيادة الوطنية العراقية. ولدينا إجراءات باشرنا بالفعل بالقيام بها لمنع وقطع الطريق أمام أي خطوات بهذا الاتجاه، حيث اجتمع مجلس الأمن الوطني يوم أمس وأقر جملة قرارات. في ما هي هذه الإجراءات وما هي هذه القرارات؟ القرار الرئيسي وقرارات أخرى، القرار الأول كان مرتبط بالتنسيق مع دول المجاورة للعراق فيما يخص المنافذ الحدودية والمطارات الموجودة في محافظات الإقليم، وكذلك فيما يتعلق بالنفط وتصدير نفط من الإقليم. طلبنا من حكومات هذه الدول عدم التعامل على الإطلاق مع الإقليم وحصر التعامل فيما يتعلق بتصدير النفط بالحكومة الاتحادية، وكذلك فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية لا يمكن أن تتعامل هذه الدول بعد الآن مع الإقليم، وإنما سوف يتم التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا. وبهذا نكون قد قطعنا الطريق أمام إمكانية التواصل مع العالم الخارجي قبل الإقليم بعيدا عن إرادة الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى خطوات وإجراءات أخرى سوف نقوم بها في القريب العاجل بهذا الاتجاه.